اسمي غادة حسين عواضة، من بلدة كفركلة، ساكنة بنفس كفركلة على الطريق العام. مزوجة وعندي 3 بنات، بشتغل كرماله وعايشة كرماله، بشتغل خياطة وبنفس المجال وبحب هالمهنة كتير وما بفكر اتركها. أنا اشتغلت كتير عبر يعني ماكينة عادية جدا، كنت كتير انزعج بس الناس كانت لأنها تحبني تتقبل شغلي. يعني صرت شوف غيري شو عم يشتغل، سألت وعرفت انه أنا بحاجة لماكينة عبارة عن 5 أوبر. طلبت هالماكينة وساعدت فيها عن طريق البنك، كانت النتيجة 1000000% أفضل، وحتى أنا يعني حياتي وحياة بيتي وحياة مصلحتي تعدلوا وتغيروا كتير. أنا لما سألت وقالوا لي توقعت أن حكي وتروح وتمط، قلت رح خاطر وقرب وشوف، ما توقعت السرعة ولا توقعت التيسير. أنا كنت صفر، يعني كانت مرحلة المحل عندي 20%، يعني كنت ببيت ونزلت على محل 80% محل نشط واشتغل. فضلهم علينا كتير كبير، وخلونا نوقف عجرينا ونعيش أولادنا بعيشة كريمة.